أمراض الحساسية في صلب أنظمة الصحة خلال فترة كوفيد-19 محور أشغال الدورة 27 للمؤتمر الوطني للجمعية المغربية للتكوين المستمر في أمراض الحساسية بمراكش. هذا الملتقى الخاص بالأطباء المختصين والممارسين يشكل فرصة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال معالجة أمراض الحساسية. هاد المؤتمر غادي نوضحوا يعني اشنو هما الامتناعات اللي يمكن لها تكون على التلقيح ضد الكوفيد، ولكن تنأكد بالله ما ان الاغلبيه ديال الناس اللي عندهم الحساسيه ما عندهمش لاش يخافوا من هاد التلقيح لان في صالحهم. هذه التظاهرة العلمية ستمكن المشاركين من تحيين معارفهم وتقاسم التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات المسجلة في ميادين أخرى ذات الصلة بأمراض الحساسية، من بينها حساسية الأنف والأذن والعيون وغيرها.